بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. ومن يعمل سوءا، افهموا، لو واحد منا يفسدنا من هذا في بالك انت خط ما جاكش العقاب عاجلا، انك هو مضيت في لا مبالاة، يعني tu t'en fiches. Il n'y a pas de maître qui va me frapper, me casser, me démasquer, etc. etc. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. أشكون منا اليوم موش غارق في الصفتين الكريمتين بالمقلوب، لهذا يسكر روحه حين يسيء يحسن، وحين يظلم نفسه يقول لك أنا خدمت مصالحي الآنية والمستقبلية، حتى اللي فاتت تخدم فيها، تتظلم بنفسك ولا تعي، لأنه الشيطان عماك وسماك. أو حقيقتكم قالوا أنا حر وأنا أعبر عما في داخلي، كما دول دساتيرة تنسبها إلى دين سماوي، وهي في الحقيقة دساتير مش سهل التعامل بين مكونات المجتمع، يعني فإذا بها هي نسبت ذلك الدستور إلى دين سماوي، وخاصة اللي توا عند الأمة هي غمة إسلامية، إلا ما إلا بقايا والحمد لله مبارك فيهم ربي، ذكور إناث وشيوخ وشباب. حطوا في بالكم اللي لا ريحة تعترق من دساتيركم في الدين، وين ولايين بالدنيا ولايين بعلاقاتكم وبعضكم، ونظموها ونقصوا من التعذكيل ونقصوا من التضليل ونقصوا من كما تقول انت التسفيه، ونقصوا من كشف الاحوال، يا دي احوالكم كلها مكشوفه، عملتوا دستور ولم تعملوا دستور، أمركم عند الذي لا يزول سبحانه وتعالى بالتمام والكمال. والأبائين تذهبون هن ولا ذكر العالمين وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. قالوا غدوة الأربع ساعة نكون عندك، وليتوا آلها تدوروا على سيارات فاخرة وبلاندي وكذا وكذا ومؤمنة وكذا، في بالكم اللي شافي بالكم المخرب من طرف الشياطين الإنس والجن، هذاك سيتم ولا شيء آخر يحلل مكان ما سيتم بأمرنا وتقديرنا وإرادتنا، ينظر لك ويحسب وحده ويظله والسلام.